زي ما شفتوا يا جماعة انه ماما رفضت الكلاب بالبيت، فزي ما شايفين هلا اجى عمو حسام عشان ياخدهم. وريان زعلانة بكيت وخلصت وهلا عم تودعهم. راح يودوني بكره ماما وبابا لحديقة الامارات في الباهية بأبو ظبي، كثير متحمسة، حابة اشوف الحيوانات والغزلان. انا عجبني المكان كثير صراحة، فكل ما نيجي حديقة الحيوانات هاي اللي في أبو ظبي راح ننزل بهذا الشلة. مرحبا، كيفكم؟ طبعا اليوم اللي بيجي رح يكون رح ناخذكم معنا جولة في حديقة الحيوانات بأبو ظبي بالباهية. روان هاي يلا تعالوا معنا خلينا نروح بجولة. وهلا رايحين نطعمي الجرافس اللي هم الزرافات. شوف مكبرهم. بابا لولو. شوفي ولولو أول مرة تيجي على حديقة الحيوانات صح؟ حديقة الإمارات موجودة بأبو ظبي تحديدا بالباهية صح؟ يس. شوفوا هذا. هذا النعام، نعام يعني طويل هذا النعام، شوفوا. عم تطعميها ريان؟ ايوه يا ماما. ريان خليها تعدك. وهلا عم نصور مع الفقمة واللي هي السيلة، يعني شوفوا احلى. هلا زعلانة بدها تكوني كمان. شاطرة. هاي سهاد. سهاد لولو ماء. شوفوا الماء. فايلة بتشرب الماعز حليب. بدي اشربه. يشربه. شوفوا لولو. لولو حلو. عم تحاول. شوفوا شوفوا لولو كيف. كيف تفوت جوا؟ بس لو حليب لك. ريان حتفوت جوا. شوفوا ريان. ريح لحقوها الغنمات. ريان دعيها. روان شوفي ريان. يلا كور كور ده تعال. وهلا رجعنا نحب عشان بدنا نطعمي بطيخة كبيرة وندخلها في تمه. يلا جاهزين؟ بسم الله شكله محروم. كيف التجربة؟ حلوة. مسكته كمان. ما خفتي ياكلك؟ ما له ريحة. ما خفتي ياكل ايدك؟ واثقة فيه لأنه أنا بعرف الهيلبر تبعه، يعني الرئيس تبعه، الباص تبعه. واثقة فيه. وهلا هلا أيلا عم تطعمي الهيبو. أيلا شو كمان؟ One more time. One more time. Come on.
وهلا صار وقت نركب الحصان. روان يلا باي. ميرا يلا باي. هاي هاي زكريان. وهلا رح نعمل تحدي بالبوكس اللي بيضرب اقوى هو اللي بيفوز. اوكي جاهزين؟ يلا. بس بوكس واحد. نمر يا جماعة هلا حيكون الفيلة الآسيوية، يعني حنقابل هلا فيلة من آسيا. مع الفيلة كثير متحمسين، كثير بحب الفيلة، حيكونوا من هون قاعدين يتعشوا، ورجعونا نتعشوا. ما شاء الله احنا في اكسبيرينس اللي هي الدينر والعشاء مع الفيل، أول مرة؟ أول مرة. أطعمتوا الفيل قبل هالمرة؟ لا. ولا فيدنج ولا شيء؟ لا. سو دونت وري، ما تفكروا هم، أنا راح أرتب لكم كل شيء، وراح أخليكم تطعموا الفيل، تلمسوا الخرطوم. عارفين إنه الفيل لما راح ياكل نقى أحسن الثمار، هم بيلحقوه بارقة. البراز تبعه عبارة عن عشب، مش شكله يعني اللي بعض فيل من الفيل. وزنه كيف بيكون حجمه؟ بيكون وزنه تقريبا 180 كيلو الصغير أول ما يجي. من 100 ل 180 من 100 من 100 ل 180 تاخذي صورة جوا تخيلي؟ طبعا حتلاقيني ببطنه. يلا شبعتوا؟ اها. الاكل طيب كان؟ يس سو جود. ردي علي بس الناس. انا بفوت انا بفوت. طيب تعالي. عم علي بقنعهم يفوتوا ياخذوا صورة مع الفيل. واو ريان الله يرحمك. جو باك طنشيهم طنشيهم ارجع ورا ارجع ورا ارجع 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 اوكي ارجع ورا 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 اوكي نايس طلع عليك واحد اعملي بوز الخايفة تفضلي نفس الطريقة تفضلي كملي يلا دمك لا عادي عادي امشي جاي لا خايفة من الفيل لازم نطول عندهم عشان ما نزلش روان مقابلة ماما بتدخل لأنها خايفة ماما أنا تصوري معه ما راح أدخل لجوا حطوني هون ارجع ورا ورا ارجع ارجع كمان ارجع 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 روان قولي أشهد أن لا تطلع الصورة أحلى إذا ترجعي ورا ارجع لورا روان أيوة روان قوي قلبك صورة مالمور البيبي ايلا ايلا هاي اوكي لوك ريان وروان بيطعموا الفيل خيار ريان عادي بدي اخذ مني هيك يلا شوف لولو شوف لولو لولو طعمت الفيل طب تعي تعمل هذا ماما اوكي حجرب حجرب ايوه يلا تعالي يلا شوف شوف لولو شوف لولو شوف لولو برافو لولو طعمت الفيل ماما تعطيني ماما خدي انا ما بدي انا نو يلا وانتي في لا لا روحي هلا بياكل ايدي هم بمرضوا الحيوانات زيهم مثل اي حيوان طبعا هذا اللي ما بيمثل لي
نازل معاه عنده About 1.8, maybe 2 meters when she's flying. Don't grab her though. That's the biggest fear that this bird has. لولو انتي كمان. يلا لولو كمان. يلا لولو. If she grabs the bird, we're in trouble. لوين سانك؟ برافو صوروني. واو. اوكي. حلو المكان يا جماعة والله كيف حلو كيف تبي. لولو ارميها هيك لولو يلا. يا لولو صدت. قربت عليها. حبيبي. اشوف لولو. اشوف. شو سوت البتة؟ على ايدك؟ على ايدك ضربتك؟ 83 روان. روان قولي هاي. هاي جايز، هلا اجينا نفطر هون. بصراحة مكان جنبه يب وكثير رواق يعني. اليوم إذا عجبكم لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير إشعارات باي.